وقول الله تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. فما هي العاقبة من هذه الاستعاذة؟ قال تعالى فزادوهم رهقا. قال فزادوهم رهقا، كلمة الزيادة تنبئ عن أصل موجود، فلا تكون زيادة إلا على أصل، فيكون الرهق موجودا عند هؤلاء المستعيذين. فلما استعاذوا بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه زاد الرهق الذي كان في قلوبهم، فهم خائفون من حيث الأصل، فلما استعاذوا زادهم خوفا على خوف. وكلمة رهق أي ذعرا وخوفا.